انتم بنات خالتي الكليسه ولا اروع. نبرعكم شويه من هذا هو الحباق اللي كتشوفوا فيه، ومن وراه كاين ازير البلدي. انتم الكليسه طريقه باش غنغربل ان شاء الله. شوفوا الصنيديل ديال الميكا اختكم بلديه. المهم هذا هو الشعير، المراحل ان شاء الله غنوريكم كيفاش ندوزوا منها كاملين. ما تمشوا فينا بنات خالتي وخليكم حتى لاخر الفيديو. مرحبا بكم الف اهلا وسهلا بنات خالتي، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير كيف ما وعدتكم. الكليسه هي هذه الجريده. دابا ان شاء الله غادي ندير واحد التغربيل ديال الشعير كما وعدتكم. ها هو شتو باقي فيه داك الشتو. انا ان شاء الله نجاوبكم على الاسئله كامله ونوريكم المراحل. هذوما الغراب اللي كنخدم بهم، كاين الغربه الغليظ وكاين المويه وكاين الرقيق، وعندي الطبوقه هنايا باش كنعزل الغليظه والرقيقه. نشارك معكم الكليسه كل ما هو بلدي. هانتوما الحبق معايا هو هذا، ومن وراه كاين ازير، وهذه شجره الحامض، وتماك راني غارسه شويه البصله باش كيبان لكم، ولا معرفت انا مع الشعه ما تيبان لياش. المهم هذه الكليسه هي هذه، خليكم معايا ما تمشوا فينا بنات خالتي ان شاء الله باش نشوفوا المراحل ان شاء الله على بركه الله. كيف ما قلت لكم هذا هو الغربان الرقيق، وعندنا جوج غرابل انا غنوريهم لكم. المهم دابا كنبداو بالاول، بسم الله كنحيدو وكنهبطوا الكاميرا. ها انتم شي السلك ديالو، هذا هو السيار. واد كنبداو ان شاء الله، هي الطريقه الصحيحه بحال هكا. الناس ديال زمان كانت يديروا بالقعاد. كنحيدو النخاله هذه ما صالحاش، نقدر نعطوها للبهائم التكال، عندو شي عاودو اللي عندو شي. المهم ها انتم غير نتوما يا شمسوه مزيان باش ما يجيكمش هاد الشتو. شمسوه مزيان مزيان مزيان، عطوه الشميسه باش ان شاء الله. ها نتوما الشتو دابا، دابا غنحيدو ان شاء الله الرقيقه وغنحيدو الغليظه ونحيدو الطحين. دابا كنحيدو النخال، نحيدو النخال ان شاء الله. ها هي، نعاود معكم ثاني من جديد ثاني. هي المرحله الاولى هي هذه، وانتم خدموا غيرك ماشي بحال هي الطريقه اللي كيخدموا بها الناس ديال زمان. ولكن معليش انتم كنحكوا بحال هكا علاش، باش لبقى شي حاجه عالقه دوك السميده البليضه. دابا انتم عطيتو الشميسه مزيان ما غاديش يطلع لكم هاد الفرشيش هذا، ولكن معليش غنخدم ليه خدمته غنقادو ان شاء الله. دابا دابا عندنا هنايا السميده الغليظه والرقيقه. ها نتوما بنات خالتي، غير نتوما الخطا ما ديروش بحالي انايا. انايا ما عطيتوش الشميسه بزاف، ولكن معليش المهم راه عطاني الكميه كما قلت لكم. نص عبره تعطينا واحد الكميه ما نقولش لكم. هذا هو الغربان السيار اللي النساء كلهم تيعرفوا، تحيه لهم. هادو اللي تنديرو بيه السميد او الكسكسو مي كنبغيو ان شاء الله نفورو نهار الجمعه. المرحله الثانيه كندوزو بهذا الرقيق، ما تنبغيش نغسلو تنخافو يتصدى ليا لانه ماشي توب سلك. هذا واش نخرجو، هذا كنحيدو بيه النخاله. المرحله الاولى اللي هي هادي، هذا غادي نعزلو الغليظه المويان اللي تنديرو بها الشيشه، هذا هو اللي غيعزلها لينا. هذا اللي غادي يخرج لينا الطحين ويخلي لينا السميده الرقيقه. مهم ثلاثه المراحل، وحتى لا ما قديتوش ابنات خالتي لانه شويه صعيب. انا علاش درتو هنا في الجريده كما كتشوفوا معايا، الجو شويه زويون ومشمس حيت تيطلق الغبره بزاف كما شفتوا هنايا. يقدر المهم هو فيه شويه الروينه ولكن راه زويون. عندكم الصطيح ولا عندكم شي مكان اللي اللي يكون واسع اللي ما عندكم ما ديروا به، ما يعمرش لكم غبره. هادشي اللي كاين. دابا انايا اختاريت هنا على الشارع هنا الجريده باش ان شاء الله الغبره واللي عنده الحساسيه ما يغربلوش. راه تيطلع شويه مع النيف وتيزير تي شويه هو صعيب. هذا هو ان شاء الله اللي غنديروا به المرحله الاخيره. واللي ما عرفاتش ابنات خالتي تاخذ الصرع. تحيه الناس تبارك الله العيالات الحادقات اللي كيبغوا يعاونوا ريوسهم، راه تيغربلوا. انا الا كانت عندي الكميه كثيره تنجيب واحد السيده الله يخليها صحيحتها، تنتعاون انا وياها وتندير واحد الكميه نيت كما شفتوا معايا. دابا ان شاء الله نبداو على المرحله الثانيه اللي غنحيدو نخرجو الغليظه.
خليكم معايا ما تمشوا فين انتوما. كما قلت لكم دابا ان شاء الله نبداو دابا المرحله الثانيه. المرحله الاول دوزناها ديما. نتوما شوفوا شي بلاصه اللي تكون تيسعه انتوما. انا فقط غادي نوريكم ان شاء الله بحول الله. دابا التغربيل الصحيح هو هذا، خصكم تعرفوا بنات خالتي، هذا هو الجلويج، هو هذا، هذا هو الجلويج. راه شويه صعيب ولكن الله يرحم جداتي اللي كانت كتعلمني انتوما باش كنحيدوا هذا. وهذا حتى المرحله الاخيره وغنسفوه انتوما. شتو دابا عطاني هنا الرقيقه وعطاني الطحين، هنا باقي المرحله الثانيه. المرحله الثالثه هي هذه، ها هي دابا بدات كتصفى لينا البلبوله. فاش كنساليو نهائيا كنساليو وكنديرو في الطبق وكنبقاو بحال هكا كنسفو باش كنحيدو ديك النخاله. الناس اللي عندهم القبط المزمن، شحال واحد تيكتب ليا اخت ناعمه راه عندي القبط المزمن، هاد النخاله هادي ولا هادي حتى هي ما ترميوهاش، غتعاود طحنوها في المولينكس، تحتفظوا بها، طحنوها في المولينكس حتى كتعود بحال بودره. تعملوها مع الياغورت ولا مع ريبي ولا مع الحليب، تدير لافاج الامعاء. كاين الناس اللي عندهم ساكن القبط المزمن انتوما. غنبقى غادي بحال الطريقه الطريقه حتى كنحصل على السميده الرقيقه. فهمتوني؟ انا غنجيب اناء فاش نحطها ونعاود معكم تاني المرحله باش تفهموا اكثر. دابا ان شاء الله انتوما هنا عندي الطحين الرقيق وعندي الطحين عندي الطحين وعندي السميده الرقيقه. اسمحوا لي انتوما تحيه للناس اللي زمان اللي علمونا خلاو لينا هذا الارث العظيم الصراحه. انتوما شفتوا الطريقه كيفاش باش نعزل، هي راه خدمه صعيبه ولكن معليش كيما درتو ليها حتى الاخر كاع ممكن تنسفو غير بشويه. المهم دابا حنا عطانا هذه تنسالي وغنديرها هنا باش ننسف ونحيد هاد النخاله هذه. دابا هذه هي السميده الغليظه، شفتوا سالينا. دابا شنو غنديروا ان شاء الله؟ غنخليوه هنا. دابا غندوزو لهذا، ندوزو لهذا ان شاء الله. غنجمعوا الطحين كامل، غنعزلوا منه الرقيق وغنعزلوا منه السميده. انا فقط اختصرت لكم، اما المرحله راه طويله. شوفوا تبارك الله شحال باقي خاصني نغربل. غادي يعطيني تبارك الله اكثر من 4 كيلو ديال السميد الغليظه واكثر من 4 كيلو ديال غير الطحين الرقيق اللي تيخرج قليل. دابا الطحين ان شاء الله في رمضان قريب لينا ان شاء الله على الابواب، غنحمرو ونديرو زميطه للدراري ان شاء الله في الفطور بحول الله. ها نتوما دابا ان شاء الله هذا هو المرحله الاخيره، غنخرج الطحين. ها نتوما كنبدي بحال هكا، انا كندير لكم ها باش تجيكم ساهله. ها الطحين شتو، هذا هو الطحين وها السميده الرقيق، هذه هي اللي كنديروا بها ثاني الحسوه حساء وكنديروها في الخبز. ها نتوما الا ما عرفتوش ديروها بحال هكا. اما الطريقه ها وكنصوص بحال كندير بحال هكا، علاش باش كيتجمع ليا داك. هانتوما شتو هذا، معليش تنسالي ثاني ونفسو يعني نسفو، سمحوا لي قلت لك نفسو. هانتوما شتو دابا عندي الرقيق وعندي الغليظ، ها هو دابا هادشي كله ان شاء الله غنعزلو هاد الطحين. المهم كان هاد الكميه اللي شتو تقدر تعطيني 2 كيلو ديال الطحين، غنحمرو ان شاء الله في رمضان. راني فايت مشاركه معاكم، مفيد في المغنيسيوم، في الزنك، في جميع الفيتامينات اللي كيحتاجها الجسم. الناس اللي ما عندهاش فلوس مسكين الله يحسن العون باش تمشي للفارماسيان تاخذ الفيتامينات، هذا هانتوما الشعير البلدي. خذوا ليه صوره باش تعرفوا الشعير البلدي الاصيل، يعني اللي عاد شي حد يغشكم راه حتى يطحنوا معاه فورس ديروا معاه ايلان تيقول لكم هذا هو الشعير الاصلي. هذا نعملوه مع الخبز، نعملوه حساء، والطريقه انا غنوريكم دابا
باش غنحيدو النخاله ان شاء الله. هانتوما هاد الطبوقه هادو راه مقدام عندي من ايام زمان. هانتوما الطريقه، هانتوما كنديرو بحال هانتوما، شتو كنديرو بحال هكا. المهم الطريقه اللي جاتكم ساهله، هانت هذا هو النسيف، كنديروها الغليظه ونديروها الرقيقه. هانتوما كنحيدو ديك النخاله، راه ما عندها ما دير لكم داك النخاله، راه بالعكس كتنقي المصران من الفضلات ديال سنين، شتوها. وحتى ملي بغيتي ديروا حساء راه ديك النخاله كلا بقات حاجه كتطلع مع الماء، كتطلع مع الماء وكتصفيوها. هانتوما هانتوما شوفوا تبارك الله، شوف نفس الشيء ثاني غندير مع هذا، نفس الشيء ثاني غندير مع هذا ثاني، غنصفيه باش يعطينا الشكل. خليكم معايا تمشوا فينا بنات خالتي باش ان شاء الله تشوفوا الشكل النهائي ديال الكليسه وديال انا درت لكم خصص لكم هذه الكليسه هذه مع الصباح. دابا راه كي فطرت الدراري خرجت بكري لانه كيخصو الوقت. شوفوا شحال تبارك الله هانتوما تعطيني واحد النيت، واحد الكميه اللي تدي لي رمضان الكريم وتبقى. معليش واخا الغبره معليش. هانتوما شوف دابا انا النخاله غنجمعها نعطيها لواحد السيد عنده العود ديالو، ونخلي هاد الرقيقه هذه كنحتاجها الا جا شي واحد من الوليدات ولا انا جاني القف كنديرها مع الياغورت. المهم الطحينه غنجمعو في بلاصتو بنصف عبره، حصلنا على ثلاثه المراحل من 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 الشعير الخليضه والرقيقه والطحين، هادو كلهم دخلتو الفيتامين الامعاء ديالكم تقريبا 100%. دابا انا غنوريكم المراحل ديال البلبوله الغليظه كيفاش تحيدوا منها الطحين. ما تشوفي دابا ان شاء الله هانتوما الطريق ديال الغليظه حتى هي نفس الشيء، كنديروا لها ها كنديروا لها بحال هكا كما قلت لكم. لا ما عرفتوش الله يحسن العون. شوفوا النساء اللي تاخذي لها واحد الكميه نيت اللي تبقى لك باش تحتفظوا بها واحد المده، بحال هاد الكميه هذه غنديرها في واحد اناء ولا بلاستيكه ولا قطعه ثوب بحال المزيودات بحال المخدات، ونخشيهم في الثلاجه راه كيبقى واحد المده اللي ما كيدورش بهم بخوش نهائيا. كتعرفوا الحال الا سخن كيكثر الحشرات بزاف، وكاين اللي كتضيع في هاد الخير كتضيع الصراحه. النساء بزاف تيضيعوا تيخسر ليهم هاد السميد او البلبوله كتخسر. انا كنديرها في الثلاجه، واخا جربت ندير فيها الملحه واخا جربت ندير فيها الحرور واوراق سيدنا موسى، ولكن ما بقيتش بحال الثلاجه الصراحه. الثلاجه كتبعد الحشرات بزاف. كنبقاو بهذه الطريقه هذه 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 صافي حتى كنحيدو كنحيدو النخاله كامله وكنخزنو صافي. هادشي اللي كاين بنات خالتي. كنتمنى ان شاء الله الفيديو يكون موضح وسمحوا لي راه غير التصوير. هانتوما راه باقا نكمل خنشه حتى جيت نكمل معكم الخنشه ما يقدنيش الوقت وغايجيكم الفيديو ممل. هانتوما هي هذه ان شاء الله راه باقا غنستافد منها، غنحكها بحال هكا باش تحيد ديك البلبوله ما نضيعهاش تجي تشيشه غزاله. والناس اللي سولوني البارح على الشعير اللي طيبناه اشنو غندير به ما ترميوش بنات خالتي، انا يا سخنته في المقله ودرت عليه شويه الكمون وكليته بنين بحال الكريه. واحد الاخت كتبت في الكومونتير انكم خصكم تفوروه مع الزعتر وحمروه وطحنوه، انا فقط حمرته جا بحال القليه راه غزال حتى حاجه ما كتضيع لا لي تضيع. فقط حنا كنتعاونوا مع بعضياتنا على القليله والكثيره. هادشي اللي كاين بنات خالتي. كنتمنى ان شاء الله المراحل تكون شويه بعدا عطيتكم واحد استفاده. هانتوما هادو هما الغرابه باش كنخدم، والرقيق ها هو شفتو. هانتوما ان شاء الله نكملو ونديرو في البلاستيكات ونكون حصلت على واحد الفيتامينات اللي بنينه ولذيذه وصحيه. تحياتي لكم اينما كنتم بنات خالتي.